السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث. سنسلط خلالها الضوء على استمرار إضراب الصحفيين المختطفين أو المضربين حاليا عن الطعام لليوم 12 في سجون الميليشيا. مشاهدينا، يواصل 10 صحفيين إضرابهم عن الطعام لليوم 12 على التوالي في سجن هبرة بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا. وسرب الصحفيون رسالة طالبوا فيها سرعة الإفراج عنهم، وحملوا الحوثيين وإدارة السجن المسؤولية عن حياتهم، وقالوا إنهم يتعرضون للتعذيب ما دفعهم للإضراب عن الطعام. وتطالب نقابة الصحفيين والاتحادان الدولي والعربي للصحفيين ومنظمات أخرى بالإفراج عن الصحفيين المختطفين في اليمن منذ عام، حيث تعرضت الأسرة الصحفية والإعلامية لأسوأ فصول الانتهاك على يد ميليشيا الحوثي التي صنفتها منظمة مراسلون بلا حدود ثاني كبرى الجماعات انتهاكا لحقوق الصحفيين بعد تنظيم الدولة الإسلامية. وفي وقت سابق وثقت منظمة صحفيات بلا قيود 94 انتهاكا في اليمن لحقوق الصحفيين خلال الربع الأول من العام الحالي، بينها 5 حالات قتل، وصفة ما تعرض له صحفيون خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأنها جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وفي تقرير حديث صدر مؤخرا، أكدت لجنة حقوق الإنسان ارتكاب الحوثيين أكثر من 184,551 انتهاكا للحقوق والحريات في شتى مناحي الحياة خلال عام 2015. مشاهدينا، استمرار معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها السجناء الصحفيون في معتقلات ميليشيا الحوثي ومسلسل الانتهاكات المتواصل ضد حرية التعبير هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. صعب على هؤلاء الأطفال أن يفهموا الأسباب وراء غياب أبائهم، لكنهم يحاولون الاحتفاظ على الأقل بتفاصيل وجوههم في أذهانهم. أمهاتهم أيضا الأكثر تعبيرا عن ألمهن لغياب أزواجهن وأبنائهن في سجون الميليشيا، لا يعلمن موعد الإفراج عنهم أحياء أو أمواتا. عبد الخالق عمران أحد الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم 12. قلق يتضاعف تجاه حالة هؤلاء الصحية احتجاجا على عدم الإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، فيما تستمر الميليشيا حالة التجاهل والإصرار على سجنهم واستثمارهم كورقة في ماراثون التفاوض السياسي. ومنذ الانقلاب على الدولة واجتياح المدن يقبع آلاف المعتقلين في السجون في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بالصعبة للغاية وغير الإنسانية، وهو ما أدى إلى وفاة البعض منهم نتيجة وضعهم في أماكن القصف الجوي أو الإهمال الطبي. وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم، فضلا عن المنظمات الحقوقية عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة أو حرمانهم من الدواء لأيام طويلة. وبينما تواصل منظمات حقوقية محلية ودولية توجيه انتقادات للميليشيا مطالبة إياها بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتياز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات. شعبيا يتوافد إلى أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بضع عشرات من الأمهات وأهالي المختطفين في حرص على إبقاء قضيتهم حاضرة رسميا وشعبيا. ورغم محدودية الزخم الشعبي تظل قضية المختطفين حيوية ببعدها السياسي والإنساني، وتظل قادرة على إثارة الشارع اليمني في ظل استخفاف الميليشيا بقضية المعتقلين ومعاقبة المختطفين. إذا مرحبا بكم مشاهدينا، سنبدأ نقاش موضوع حلقتنا. سينضم إلينا الآن أشرف الريفي سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين. مساء الخير سيد أشرف. مساء النور سيد أشرف. 12 يوما وأكثر على إضراب الزملاء الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين عن الطعام، لا استجابة لإطلاق سراحهم، لماذا كل هذا الإصرار على قتل صحفيين ببطء في السجون؟ نعم، ما يتعرضه الزملاء هو عملية تنكيل كبيرة استمرت منذ ما يقارب العام وما يزيد عن ذلك. هذا الإجبار أو هذا المسلسل العنيف ضد الزملاء يأتي ضمن سياسة هذه الجماعة
نعم في الاصوات في التعبير في التمثيل. ما يقوم به زملاء اليوم ربما دفاع عن نفسهم لهم ليست المره الاولى التي يتعرضون له للتعذيب. هنالك تقريبا اكثر من 3 حالات تعذيب سبقه وتعرضوا له، والان يقودون معركه ربما تشعرنا نحن بالعيب وبالعارة أننا حذرناهم وهم مقيدين يتعرضون للتمثيل للتعذيب العنيف والقاتل. هناك زملاء وصلت لنا معلومات تعرضوا لحالات الإهمال من شدة التعذيب، هناك آلام كثيرة، هناك أشخاص لن نستطيع أن يصل لهم الدواء أو منع الدواء أن يصل لهم. نعم، لكن سيد أشرف يعني إلى اليوم منذ إعلانهم بدء الإضراب 12 يوم، هل لديكم معلومات حول وضعهم في هذه اللحظات يعني بعد مرور 12 يوم؟ يعني المرة الأخيرة التي تم مشاهدتهم من قبل أسرهم كانت يوم الاثنين الفائت، كانوا في حالة يأس شديد وفي حالة تعب كبير. لا توجد معلومات أخرى. هم الآن منذ يوم الاثنين حتى اليوم نحن متابعين على أوضاعهم على أحوالهم، على لأنه لا توجد هناك استجابة ولا تقدير للوضع الإنساني وحقوقهم الإنسانية. هم يعيشون ظروف مأساوية صعبة جدا لا تليق بأي معتقل سياسي أو أي معتقل رأي، لأن من يتعامل مع ذلك الجماعة تتعامل بكل عنف وكل فرص تجاه خصومها السياسيين والإعلاميين. نعم، هل هناك أي جهود تبذل في سبيل الإفراج عنهم بعد أن أعلنوا بدء الإضراب؟ يعني هل هناك أيضا بوادر أمل في الإفراج عنهم؟ نحن سعينا في نقابة الصحفيين أن تكون هذه قضية رأي عام، تواصلنا مع الاتحاد الدولي للصحفيين، الاتحاد الصحفي العرب، أصدروا مواقف وطالبوا بإطلاق فوري للزملاء وبإنهاء هذا المسلسل من التعنيف والقمع والتهجير للزملاء. لكن لدينا تجربة مريضة مع هذه الجماعة أنها لا تلبي أو لا تستجيب مع كل المناشدات مع كل التحركات، تتعامل مع كل معتقل على أساس أنه هو مكسب سياسي للمراهنة عليه في ما يدور اليوم من مفاوضات بين الأطراف السياسية. نعم، تكرم البقاء معنا سيد أشرف. سينضم إلينا الآن عبد الكريم عمران شقيق الصحفي عبد الخالق عمران. سيد عبد الكريم مساء الخير. يا عبد النور حياكم الله. حياك الله سيد عبد الكريم، هل من معلومات لديكم عن مصير وأيضا الحالة الصحية للصحفي عبد الخالق؟ الصحفي عبد الخالق كبقية الصحفيين كلهم في حالة الآن من يعني من جراء 12 يوم إضراب في سوء التغذية، الآن تعبانين. حدثني من زارهم بأنهم في حالة بعضهم إغماء، بعضهم حدث له جوخة، وبعضهم يعني طرح الفراش بسبب يعني الإعياء، وهناك تجاهل من الحوثيين، تجاهل قاتل يعني لا يهتمون بحالهم ولا يلبي لهم مطالب، ثم يمنعوا عنهم حتى الزيارات ولا زيارة الحقوقيين، زيارة الكيان أو العلاجات أو ما إلى ذلك. نعم، منذ بدء الإضراب هل من جهات تواصلتم معها بشأن إمكانية الإفراج عن شقيقك وأيضا عن رفاقه؟ تواصلنا مع منظمات دولية، تواصلنا يعني مشكورين مع نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، اتحاد الدولي للصحفيين، وكان في نفس الاستجابة من اتحاد الصحفيين العرب، اتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين مشكورين، تحركوا بقدر الجهد. لكن تعلم ان في عهد ميليشيات يعني اذا كانت تضرب بقرارة الامم المتحدة عرض الحائط، فما بالك بمنظمات مجتمع مدني هي لا ترعى في مؤمنا الى الولاد الماء، ولا ترعى يعني ولا تهتم بالمواثيق الدولية وحقوق وحرية الصحفيين او غيره. نعم، اذا ابقى معنا سيد عبد الكريم عمران. سنعود الى أشرف الريفي سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين. سيد أشرف، يعني حاليا يجري الحديث عن وجود حالات تعذيب تطال معظمهم، هل وصلتكم بلاغات بهذا الشأن؟
نعم وصلت بلاغات من أسر الزملاء المحتجزين، وكذلك هنالك معلومات وصلت من معتقلين كانوا برفقة الزملاء، وصلت لنا معلومات أن هنالك تعذيب شديد يتعرضون له، هنالك حالة عزل وحالة تعذيب نفسي وجسدي كبيرة جدا، وهذا أمر مقلق يعني بعد ما يزيد عن العام أو ما يقارب العام والزملاء يتعرضون للتعذيب اليوم، يعني وكأنهم يريدون منهم استجواب معلومات جديدة، يريدون منهم ربما أن يقولوا أدوار أخرى، أن يقولوا اعترافات معينة. التعذيب اليوم يدل على أن هناك نوع من الاستهداف والرسائل الأخرى التي ليست فقط للصحفيين، هناك رسائل أخرى للوسط الصحفي الإعلامي للوسط العام بالتعبير والصار أن هذه أداتنا، هذا هو سلاحنا للتعامل مع كل من يخالفنا الرأي، مع كل من يحاول أن يوقف أو يقول لا يوجد هذه الجماعة. نعم سيد الشرف، يعني ما هي نتائج تواصلاتكم مع المنظمات الدولية بشأن الصحفيين المختطفين هؤلاء؟ نعم يعني هذا الجهود ربما يعني قد كللت بنتائج إيجابية نحن نقيسها، لأن القضية صارت قضية دولية، هؤلاء الزملاء صاروا يهمون كل في العالم، صارت هناك اجتماعات إقليمية ودولية بشأنهم، صارت هنالك مباحثات ورسائل حتى الأمم المتحدة، حتى المفاوضات السابقة، هنالك رسائل وجهت من الاتحاد الدولي للصحفيين المتفاوضين من أجل إطلاق صراعهم ومن أجل استعادة الوضع السريع للإعلام في اليمن ورفع اليد القمع والقبض الحديدية التي الآن ضاغطة على الوضع الإعلامي في البلد. نعم سيد أشرف، سأعود استسمحك بالعودة لعبد الكريم عمران شقيق الصحفي عبد الخالق عمران بسؤال أخير. سيد عبد الكريم، يعني هل تلقيتم وعود من أن تتحدث عن تواصلات تمت مع بعض الجهات والمنظمات بشأن الإفراج عن شقيقك وعن زملائه؟ يعني هل هناك أي وعود بهذا الجانب أو أي نتائج ناتجة عن تواصل هذه المنظمات مع الميليشيا؟ هناك صدرت نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب واتحاد الدولي للصحفيين السابقة، وكذلك هناك ضغوط من منظمة العفو، نشرت منظمة العفو نشرت تقرير عن عبد الخالق ونشرت تقرير عن الصحفيين الآخرين وعن انتهاك الصحفيين، وهذه تقارير تبقى يعني ليست أوامر ملزمة، وهناك كذلك تحرك من النيابة العامة، عبر النيابة العامة كان هناك كشوفات وتوجيهات من النائب العام أو من إدارته بالإفراج عنهم، لكن كل هذه تنصدم بواقع أن أمام ميليشيات لا تأبه لا لأوامر نيابة عامة ولا ما إلى ذلك، حتى اضطرت امهات المستضيفين اعتذار تنفذ وقفات امام السجن، وكان المره الاولى تم مطالبتها، المره الثانيه يعني سمحوا لها بالتصوير، يعني الميليشيات لا تهتم ب يعني حتى ان المستضعفين الاخرين الذي تضامنوا معهم داخل السجون تعرضوا للضرب، تعرضوا لانه هناك كان مستضعفين اضربوا يوم كامل يعني تضامنا وفعلوا نفس الوقت تضامنا مع الصحفيين المضربين، ضربوا ويعني وجهوا بقمع شديد. نعم اشكرك ايضا عبد الكريم عمران شقيق الصحفي عبد الخالق عمران، كنت معنا عبر الهاتف. نعود بسؤال لي السيد أشرف الريفي سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين. سيد أشرف، هل لديكم أرقام جديدة عن حالات اختطاف واعتداء شهدتها الأسرة الصحفية والإعلامية في البلاد مؤخرا؟ يعني هناك إحصائيات علمناها في السابق، لكن مؤخرا هل هناك إحصائيات؟ نعم كما يعرف الجميع أن مسلسل الانتهاكات مستمرة وبشكل واسع، ربما حتى نهاية شهر أبريل هناك ما يزيد عن 80 حالة انتهاك، صارت عديد من الصحفيين ورؤساء الإعلام
الاختطاف والاعتقال، وكذلك مع حجز المطار الدولي. هناك حرب واضحه ضد اليمن، هنالك سياسه ممنهجه ضد تكريم كل الاخطاء، تكريم كل الوسائل. كذلك هناك حرب معلنه ضد الاعلام، وربما الوسط الاعلامي بصفته يواجه هذا التوجيه وهذا التوجه العنيف دون حتى مؤازره من المنظمات المحليه من القوى السياسيه. لم نشهد حتى اليوم ان الحزب السياسي اي قوى سياسيه تطرقت لموضوع حريه الراي في اليمن، لاوضاع الاعلاميين في اليمن، لاوضاع وسائل الاعلام التي تعرضت لهذه الحرب الشديده. نعم سيد أشرف، يعني بحكم احتكاككم بهذا المجال، يعني هناك ما زال بعض الصحفيين والزملاء يعملون في مؤسسات إعلامية خاضعة لسيطرة الميليشيا في ظل سلطة الأمر الواقع، ما هي المشاكل التي يواجهها هؤلاء الصحفيون؟ يحتاجون الان الى عمارات قانونيه، هم يتعرضون لاخذ مستحقاتهم، وكذلك يحرم منهم ما كانوا ياخذون لهم من الانسان. كذلك هنالك نوع من التقييد والتغييب والملاحقه لكثير من الصحفيين، هنالك نوع من الاقصاء داخل المؤسسات الاعلاميه، هنالك سياسه تمكين اشخاص من خارج المنصب الاعلامي يديروا هذه المؤسسات، وبذلك هنالك كذلك عمليه تمكين لمواقع سياسيه ولمواقع شرعيه في هذه المؤسسات لاشخاص من خارج الوسط، لاشخاص يحصلون على فريق واحد. ما تعرض له بالذات الاعلام الرسمي هو عمليه تغيير شامل في هيكله، في سياسته، وفي احرافه. هنالك كذلك محاكاه، نحن نتحدث عن مآسل العمل في الاعلام، رسمهم في منازلهم، في بيوتهم مقصورين، وكذلك اسر كثيره تطلبت من هذه الاجراءات التنقيه. نعم اشكرك سيد اشرف الريفي، سكرتير لجنه الحقوق والحريات في نقابه الصحفيين اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. سينضم لنا الآن مشاهدينا الصحفي عبد الباري طاهر، نقيب الصحفيين الأسبق. سيد عبد الباري مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عبد الباري. هناك زملاء صحفيين دخلوا اليوم في اليوم الثاني عشر من الإضراب عن الطعام، هل يعني أنهم أصبحوا في وضع لا يحتمل؟ طبيعي يا أخي، الآن دخلوا مرحلة الخطورة، يعني مرحلة الموت حقيقة، لأن 12 يوم يعني من الإضراب، وهؤلاء 10 صحفيين. طبعا نحن الآن نتكلم يا أخي عن 10 صحفيين مضربين، ولكن هناك العشرات والمئات من الناشطين الحقوقيين والناس المعتقلين بالفعل. فيعني هذا وضع يعني بالفعل كارثي بكل المقاييس. يعني بالله اليوم في يعني ذكرى الوحدة في 22 مايو 1990 تبوأت اليمن المرتبة متقدمة جدا في حريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وكانت عنوان للديمقراطيات الناشئة تصادق تونس والهند والعديد من الديمقراطيات في العالم. نعم. الآن تعتبر من أكثر البلدان خطورة على الصحفيين، والأكثر البلدان تهديدا لحرية الرأي والتعبير والحرية الصحفية. نعم سيد عبد الباري، يعني لماذا كل هذا الإصرار من قبل الميليشيا على اختطافهم حتى اليوم بالرغم من الدعوات والمطالبات الدولية والشعبية أيضا؟ يا أخي هؤلاء لا يصيغون الضمير ولا السمع لنداءات الإنسان، لحقوق الإنسان، للحريات العامة، ولرأي شعبهم ولرأي محيطهم الإقليمي والرأي العام الدولي. هذه حقوق يعني أساسية تكفلها الديانات السماوية، يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكفلها كل المنظمات والداعية إلى الحرية وإلى الديمقراطية في العالم. ومع ذلك بالفعل هؤلاء الآن يعني عشرات أكثر من عشر أشهر بعضهم وبعضهم مخفيين قسريا، بعضهم مختطفين،
وطبعا هذه بالنسبة للحياة الحريات الصحفية في اليمن لأول مرة يتعرض صحفيون بمثل هذا المستوى، بهذا المستوى الكيفي من الاختطاف، من الاغتيال، من القتل، من الحرمان، من حق الحياة. نعم سيد عبد الباري، يعني بالمقابل هناك مؤسسات إعلامية تعمل وأيضا صحفيين مناهضين لسلطة الأمر الواقع، يعني هؤلاء العشرات من الصحفيين الذين ما زالت الميليشيا تتحفظ عليهم وأيضا تمارس في حقهم التعذيب والظلم، يعني ما الذي سيشكله بقائهم في السجون حتى هذه اللحظة؟ طبعا الذي يشكلها الآن يا أخي، أنت في بلد يعني بلد بالفعل تتحارب مع نفسها، تقتتل في داخلها، تصادر حرية الرأي والتعبير. الآن البلد أكثر من 82% يعني تحت خط الفقر، بلد تتعرض لمجاعة شاملة، لانهيار اقتصادي، لدمار، فتصبح يعني بالفعل هذه كلها جرائم، وهذه الجرائم تقتضي قمع حرية الرأي والتعبير، قمع الحريات الصحفية، لأن الحريات الصحفية هي الشاهد والشاهد الوحيد على هذه الممارسات يعني الجرائمية. نعم. فحرية الرأي والتعبير الآن هي هدف أساس لهذا الذي يجري في البلد، لأنها بالفعل هي التي تدافع عن الحريات، عن الحقوق، عن مصالح الناس، حماية الدستور، رفض الحرب وإدانة الاقتتال، ولذلك تكون هي الهدف الأغلى والأثمن لهذه الميليشيات. تقييمكم لتعاطي المنظمات الدولية مع حالة الصحفيين المختطفين في اليمن، هل هي عند مستوى القضية برأيك؟ يعني شوف يا أخي، يعني هناك مشكلتين، مشكلة أن البلد عزلت تماما عن العالم، وتفردت يعني هذه الميليشيات بتدمير البلد بعيد عن الرأي العام الدولي وأن مؤسسات ونظم العالم في هذا العصر. نعم. الشيء الثاني لا شك أن هناك أيضا تقصير يعني من قبل هذه المنظمات، وفي تقصير أيضا من أدواتنا، من منظماتنا، من مؤسساتنا ومن شخصياتنا العامة، في أيضا في قصور مشترك، ولكن لا يتحمل الرأي العام الدولي وحده مسؤولية هذا القصور. نعم، يعني سيد عبد الباري، يعني تستطيع المنظمات الصحفية الدولية أيضا تشكيل جبهة حقوقية على المستوى الدولي بشأن الإفراج عن الصحفيين المختطفين ووقف مسلسل الانتهاكات ضدهم، ما الذي أصاب هذه المنظمات؟ وهذا ما ينبغي أن يكون، لكن هذا من يعلق الجرس على صحفيين، على نقابتنا الصحفية، على المحامين، على دعاة حرية وحقوق الإنسان، على كل هذه المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن شمالا وجنوبا وفي المستوى الإقليمي والدولي، أن يعني أن يكون هذا الآن مطلب أساس، تشكيل جبهة لحماية الصحافة في اليمن. نعم. لأن حرية الصحافة في اليمن الآن تعتبر والصحفيين مهددين بإبادة حقيقية، لأن 10 صحفيين يضربوا لأكثر من 12 يوم بالفعل تصبح حياتهم في الخطر، ويصبح أيضا الخارج المعتقل هو الآخر تحت التهديد. نعم، أشكرك الصحفي عبد الباري طاهر، نقيب الصحفيين الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. سينضم إلينا الآن رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين العرب نضال منصور. سيد نضال مساء الخير. مساء النور. سيد نضال، كما تتابعون تبدو مؤشرات حرية الصحافة في اليمن في وضع شديد السوء، ما السبيل إلى الحد منها أو مقاومتها في هذه الظروف؟ بالتأكيد في ظل الوضع السياسي والأمني الموجود في اليمن، فإن حرية الصحافة في الأردن في اليمن تواجه احتضار وظروف صعبة لا سابق لها. هناك عدد كبير جدا من الصحفيين المختطفين. نعم. حسب تقرير شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي سند، التي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين، هناك 57 صحفيا مختطفا يتهم ويتحمل مسؤوليتهم الجماعة الحوثية. بالتأكيد هناك انتهاكات جسيمة لم تحدث من قبل
قبل بدء الصراع في اليمن. هناك حالات قتل، هناك اعتداءات يومية، هناك اعتداء على المؤسسات، هناك اختطاف. الوضع طبعا صعب وينذر بالتطور إلى الأسوأ ما لم تكن هناك ما لم يكن هناك احترام للمعايير الدولية لحرية الإعلام من كل الأطراف. كيف يمكن أن نقلل من المخاطر الذي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في الداخل خلال عملهم؟ أولا يعني بالتأكيد هذه المسألة ليست مسؤولية الصحفيين فقط، لكن على المؤسسات الإعلامية أن تبذل جهد أكبر في تدريب الصحفيين على السلامة المهنية. ويجب على الصحفيين أن يكونوا ليس طرفا في النزاع، بأن مسؤوليتهم في تغطية الحقيقة والعمل المستقل والمهني، وأن لا يكونوا طرفا في الصراع، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على الأطراف المتنازعة في اليمن، وتحديدا الجماعة الحوثية المتهمة بأكبر عدد من الانتهاكات ضد الصحفيين. نعم، الحديث سيد نضال عن الانتهاكات أيضا يتطلب المعايير الأخلاقية المتاحة التي يمكن للصحفي أن يتمسك بها في ظل المناخ المعادي لحريات التعبير. يعني مدونات السلوك المهني والأخلاقي مسألة أساسية، وهي كما عبرت عنها بأن يكونوا أكثر استقلالية وأن يكونوا أن لا يكونوا جزءا من الصراع. ولكن حقيقة حتى وإن كان الصحفيين ملتزمين بمعايير العمل المهني وبمدونات السلوك، إلا أنهم في الغالب يكونوا مستهدفون من السلطة ومن الميليشيات ومن أطراف متعددة حتى وإن التزموا بهذه المعايير. للأسف الصحفيون هم الضحايا، شهود الحقيقة هم الضحايا دائما، في أول دائما في الصراع يكونوا دائما هم أول الضحايا. نعم، إذن سيد نضال منصور رئيس مركز حماية الصحفيين العرب كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول استمرار إضراب الصحفيين والمختطفين عن الطعام لليوم 12 على التوالي، وصلنا إلى ختام حلقتنا. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي كانوا معي عبر الهاتف، سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين السيد أشرف الريفي، وأيضا عبد الكريم عمران شقيق الصحفي عبد الخالق عمران، وأيضا الشكر لنقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر، وأيضا أشكر رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين العرب السيد نضال منصور كان معنا من الأردن، وأشكر جميع أفراد طاقم العمل وفي الإعداد الزميل محمد القاسم، كما أشكركم أنتم مشاهدينا على كرم الإصغاء والمتابعة. حتى الملتقى في أمان الله.